لكم الطريقة. طبعا شوفوا الآن السمك والبهارات وكل شيء هنا مطروح مع الصلصة مع كل شيء، الآن يبدأ يغلي هنا والرز يغلي هنا. بعد ما يبدأ ينطق التماتيك هنا تمام، يبدأ يفور الرز من هذه المنطقة كويس. سوف ننقل الرز هذا إلى فوق هذه المتبلات والسمك والبطاط، كل شيء جاهز. ثم ننطي النار، نغطي 15 إلى أهم 15 دقيقة، 7 دقائق بالكثير، إن شاء الله بيكون السمك يعني بالكل تيك تاك. ها هو أخوكم القرر الحكيم يحييكم، من لكم قضاء متاع الأوقات وأسعدها وأحلى أكلات مع الجنرال الحكيم. دن 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 دن.